وعربه مكلاد جوه البنادم تطبلنا الحضومه ليس اني السجاد السنتة جوه البنادم مجال الحمر مقدشو سد حسالين هذا مقدشو وامد السجيسة تسورك جوه البنادم هنا وامد كهذا لوفا ديو وحاول أروح مرك دودة سنة أنا فهم سنة هاي بس كده جانك دجن بنادي وادر لي جان رونتي ما قال أنا الحيلة هاي سدح مرع وسدح مرع أنا هذا الشيء جاي مد على حمر مد مقدسة لنا مدنا بنادي وواحد تاريخي وقرن مرع عمرك اللي الشيء قال مرع بحنتو أي دعيسو وحبي يكوت ما لا مرع بحنتاس وح تاريخيا وعقول بأكتر أو قرآن واي وحن هو قرآن بدن ولا قسم مرع عاسنا عن واهيا ذاتك الشيء كرا مرع عاسنا عن وكملا قبل كبنادر وحل إلى لا حمروين مركل الليه حمروين مركل الليه وحمر معناه وحوي حمر كليو هاي حمر ويني يشان قالوا حمرها هل يريد على قل جري حمر ويني يا 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 يشان قالني حمر وحلو وبحي مركب حمر حمر اللي يرادو أكشي ذي حمر ويني مركب كدرك الصوب هاي دد على عليها هاي ما حلي المركب حمر ويني يا جماعة حمر ويني يا جماعة حمر ساسا لو وبحي مقدس وحليل هذا سد هل يريد الله يقال إليه ولا سدر مقدس على سدر يريد داس لا يقاله هل شنجاني يكتل وواحد عام ولا يقال مقدس وحلو بيه مركة وحال دي جر ما أنت دقال مركة ولا حبين كلا شيء ما لا وحال دي جر ما يقعد ما يقعد ما أنت مقدس ساس على بيه ما يقعد ما أنت مقدسه ساسا لو بحي وادين وادين فسرها مقدسه مرك الجلاي يريد كاس وهذا مقشين وحجري قبي أو نين كاني أو قاب بدر إيو سوسة فيه إيو جنلي إيو 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 سليد إيو واحد سوسة فرسدي الباب إللي دوينه ليها ماشي إللي دوينه اللي هاد شو الله قالوا وات نينك أو قاعد أو سوسة فيها الله قالي قبرها هكذا وحوي له لما قعد أديك لعشرة بوساق الله يصير مقعد ما أنا لي لا يصير ما أنا ما أنا محل ودر ما أنا في الحمل ما أنا حمر على ودر وذات بحوقة ومركب جلال إني 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 كجران قولي كجران اللي هو مال أرجعه يروى مش مركا وكي قبيه ومركي وقبلي وعي أو يرد قلي قف كواي مش وقبيه وعيره ولا ما أنا في الحمل ما أنا كلا تان كام ما سندونا وهل كان تريده معنا حمل وحال ربع مركز ضدك الصوماليين وين يمدين كبعد يلي من حمر ضدك الصوماليين كان حيسا مقدشو لكن قبل كبلاد كمان حي قبل كبلاد دلع أشكال ولا يغانا هكو كان تربض نيران ضدك اسكال الديغان كاس أدول بورنا كميلا وبرغان فتا دلس دلس ديغان ويتغانا أني وحنا كسوجي لا كسوق على بارلوان كسوق ويست كافر قبل بيان كسوق على نين كست بارلوان وخرج وكافر قبل بيت كيف هذا أو شيء قال دم و و و و ونوا تاجر سنة هون تمر كارين شيء بركي أو ربا حق أو كلها ما يشان ربا ما هنا ما أهن إن أو ديدنيا إن حق كان عن شيء ما ديدنا لكن أو ربا حق كلها مجال مكان أركتو حلول هذا deegaan lagu lahaa waxa lagu lahaa dadka qoryaha keena dadka caanaha keena dadka qudaarta keena heer koofur galbeed waa ogtihiin degmada muqdisho diris leeyihiin way degan yihiin dirisna waa leeyihiin caanihi iyo qoryihii iyo raashinkii iyo waxay keenaan qudaarta waana inta magaalada lagu milkiyo marka ninaan raashinka keenin oon qoryihii keenin oo caanihii keenin maanta inuu yidhaahdo war sharcigii فبات وكالة 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 وكالة
waxaan rabnaa markii ninkaas inuu ku doodo oo maanta uu dadka wareeriyo oo siyaasad ku wareeriyo looma baahna. Waxaan rabnaa baarlamaanka sharafta leh, waxaa la yaab leh islaan hooya oo cunuga markay naaska u dayso midna waa nuugaa, midna waa ka qanjiruuftaa, midna waa ka nuugaa, midna waa ka qanjiruufana. Maamadu marka midna way xanaaqdaa oo cunuga waa iska tuurtaa, balaayi allaa guurka dheer naaska iga qanjiruufaynta waa iska tuurtaa, midna siisay u siisaysaa. Dadka deegaankan degan waa hooyo naaskeeda la nuugaayo, haddana markii la qanjaruufta iska daysa oo dhihin iga tuur, oo dadka aad u jecel waay. Waxaan ka codsanaynaa adduunka ilaahay laguma arag fiiri, waxaan lagu aragaa jira laba wiil oo isla dhashay oo midna maxamed la yidhaha midna cabdulaahi la yidhaha isku aabbaya hooya ah oo la leeyahay adiga dhaxal ma lihi, wax dhaxal ma lihi aniga bis kan maxamed aa dhaxale, adigu wax dhaxal ma lihi. Wax la arkay oo la maqlo ma aha, war waxaa la qaybsaday sinataraa la qaybsaday magaaladii Muqdisho oo la wada joogay gobolka Banaadir oo la wada joogo, in la yidhaahdo senator ma leh ee haddana lagu doodo ninkii shalay yidhi senator ma leh oo sad bursiinada qaatay maanta uu ku doodo oo yidhaahdo sharciga maa la ilaaliyo oo shalay maxaa u ilaali weysa. Shalay waxa imaan ay joogay markaasoo kulamida ka maanta jooga mid lamidaa joogay todobaatan laba markii la jibinaa maxuu ilaali waayay. Annaga waxaan ka hadlayno ma ahan annaga mar maamul goboleedadu ha jabiyeen, waa ognahay waa jabiyeen, laakiin xildhibaano wakiilaha u fadhiyay oo markaas diidi kara. Waxaan rabnaa marka annaga waxaan ka hadlayno, waxaan annagu ka hadlayno waxa weeye sharci, waxaan ka hadlaha xildhibaan, waxaan ka hadlayno waa xeer loogu ogolaanayo gobolka Banaadir inuu matalaad yeesho. Waxaan ka hadlay xeerna uma baahna inay dastuur la aado, uma baahna anugu sidaan qabo runtii, uma baahna xeer waxaa looga baahan. Anigana sideeda anigu sharci dejiyaal maahi, aniga xeer dejiyaalana sharci ilaahay dejiyay kitaab qur-aanka waaye annagu, laakiin waxaan nahay xeer dejiyaalana annaga. Marka xeer waaye waxaan hadda ka hadlayno, xeerkaas waxaa lagu soo saari karaa marka qaraar baarlamaanka. Waxaan idinka codsanaynaa xildhibaanow, matalaadda Muqdisho cid walba oo dadkan ka mid ah waa iska arkaysaa, waa khasab, waa iska arkee. Waxaan soo jeedinaa 13-kaas xildhibaan inaad nugu 13-kaas senator inaad aad igu raacdaan oday Soomaaliyeed oo hadda reer Koonfur Galbeedna waa ahayo isdhahayo waa lagaa xishoonaa, inaan hadal dambe oon gadaashayda uusan ka dhicin oon ahayn kii lagaga xishoonaya aan ahayn inuu ka dhicinaa rajaynaa insha allah. Waxaan idinka codsanaynaa xeerkaas in la ansixiyo insha allah. Hadii aad aada umaadsantihiin.